رسول الله، بداية أرحب بكل المنابر الإعلامية وكل هؤلاء الصحفيين النزهاء الذين جاءوا إلينا لينقلوا الحدث بعينه وينقلوا الحدث كما كان وكما وقع. أيها الأحبة الأفاضل، بما أننا راق شرعي ولدينا السبق في الميدان، وبما أننا راق معتمد إعلاميا وطنيا ودوليا، وجب علينا التنظير والتطبيق والتحذير. ولهذا أنا قد سافرت البارحة ضمن مجموعة من المنابر الإعلامية إلى مدينة بركان لكي ننقل لكم الحدث وننقل لكم الوقائع والحقائق والمشاكل التي صنعها ذلك الدجال الذي اعتدى على أعراض النساء وأعراض المسلمين وأعراض الرجال الملقب بسفاح بركان. ذلك الرجل إخواني أولا وليس براق شرعي، لكي يفهم عوام الناس ولكي ننير الرأي العام، سفاح بركان الملقب بعبد الله الروحاني وصفحته موجودة على فيسبوك هو ليس براق شرعي، وليس بينه وبين الرقية إلا الخير والإحسان، هو ساحر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الشخص هو ممثل إباحي، كان يمثل في أفلام إباحية، كان يمارس الرذيلة والزنا عيادا بالله في الديار الإسبانية، ثم بعدها هرب إلى بلجيكا، ثم بعدها تم طرده من بلجيكا إلى المغرب، فاستقر بمدينة بركان لأن مدينة بركان هي مدينة صغيرة جدا معروفة بحفاظها ومعروفة بتقاليدها وأعرافها، مدينة الليمون كما يلقبها الشعب المغربي. فهذه المدينة تعرضت لهذه الجريمة الشنعاء، مما جعل سكانها يتساءلون وجعل كل الناس يطرحون مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، لماذا هذا السفاح فعل هذه الفعلة. هذا السفاح إخواني أول شيء زنى بأكثر من 1500 امرأة، زنى بأكثر من 1500 امرأة، عثر عنده على أكثر من 1500 قرص ثم أكثر من 1000 صورة. ثالثا، هذا الدجال الذي يروج له بعض الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعة من القنوات على أنه راق شرعي، ونشهد الله أنه ليس براق شرعي وأنه ممثل أفلام إباحية، كان يمثل أفلام إباحية بلجيكا وعاد للمغرب. ثم هناك مفاجأة عظمى وهذا ما أود أن أنير به الرأي العام، لما نزلنا من مدينة بركان تساءل الناس وطرح مجموعة من الأسئلة ووجدنا الناس في هيجان كبير، الكل يتساءل الكل محتار، فاكتشفنا على أن هذا المجرم هو مريض بمرض الإيدز أي السيدة، وكان ينشر العذوى بين الساكنة بين النساء المتزوجات والبنات والعزب والمطلقات والأرامل. ثم مسألة الخامسة أود أن أشير لها أيضا، لبرلمانية كانت تتكلم في البرلمان وقالت على أن مراكز الرقية قد انتشرت بشكل كبير وأصبح القاسي والداني يدعي الرقية الشرعية ويعتدي على النساء. فنقول لهذه البرلمانية ولكل الناس الذين يحاربون الرقية الشرعية أنكم تحاربون الإسلام، أنكم تحاربون الإسلام ولا تحاربون الرقية الشرعية. من يحارب الرقية الشرعية فهو يحارب دين الله عز وجل، يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتدي على حرمة الله عز وجل، فهذا ظلم وجور في حق الله من يعتدي من يسب الرقية الشرعية. نعم نحن نتفق معكم أن تحاربوا الدجلة، أن تحاربوا الدخلاء، أن تحاربوا الرقاة غير الشرعيين، لكن أن تحاربوا الرقية الشرعية هي سميت رقية شرعية وفقا لشرع الله عز وجل، أن تحارب الرقية الشرعية هذا لن نرضاه، هذا لن نقبل به. عليكم أن تعلموا بارك الله فيكم أن المغرب فيه أكثر من 10,000 راقي، وكل راقي عنده أسرة وعنده عائلة يعيلها، بماذا يعيلها؟ يعيلها من عمله بالرقية الشرعية. وهناك أحاديث صحيحة على أن الراقي يجوز له أن يقتدي أجرا من الرقية الشرعية. فمثلا إذ حاربنا هؤلاء الرقاة، هل نترك السحرة والمشعوذين والدجاجلة؟ هل نترك الأضرحة؟ فلنحارب الأضرحة. فالأولى بالمحاربة محاربة البطارة، محاربة الأضرحة، محاربة المشعوذين، محاربة السحرة، محاربة الأضاحي من أكباش وأبقار وأغنام تهدى لقرابيل شياطين الجن. نحارب عبد الرحمن المجمر، نحارب الهادي بن عيسى، نحارب سيدي كامل، الأماكن التي يقام فيها السحر والضعارة الحقيقية، الأماكن التي يمارس فيها اللواط، الأماكن التي يمارس فيها الشعوذة والسحر والدجل والكذب الحقيقي، الأماكن التي تنفق فيها الملايين للدرهم اللي كيجوا السحر والمشعوذين وكيجيبوا الذبائح والهدايا تقربا من الشياطين. علينا أن نحارب الأماكن التي يأتي إليها الناس ويحش إليها الناس لكي يسجدوا للشجر والحجر ويعبدوا التراب، منهم من يطلي جسمه بالحناء اعتقادا منه أن الحناء سوف تزوجه، وهذا معروف
معروف وموجود، نحارب عيش الموجودة إننا الملقبة بعيش ولاة المرجى الموجودة بعين السبع التي يحج إليها الناس أيضا. فهذا هو الأصل. فنقول لهذه البرلمانية والحكومة المغربية فعليهم بتقنين الرقية الشرعية. نعم نحن نقبل ونرضى بتقنين الرقية الشرعية، نحن نقبل ونحب تقنية الرقية الشرعية، ونحن مستعدين لتقنية الرقية الشرعية، نحن مستعدين إن شاء الله عز وجل، ونحن مع الحكومة في تقنية الرقية الشرعية. لكن أن يصنع ساحر دجال فعلة فيتهم الرقاة الشرعيين جميعا على أنهم مشعوذين وعلى أنهم دجلة وعلى أنهم زناس، هذا والله لن نرضاه. هناك رقاة شرعيون يخافون الله عز وجل، رقاة يخافون الله يهابون الله، وهناك دجاجلة ومشعوذين وهذا معروف، راه كلهم لاكسو في دارو، كل واحد معروف في اي حي في اي درب في اي مدينه. المساله الاخرى بغيت نشير لها بارك الله فيكم، مساله التقنيه الرقيه الشرعيه. التقنيه الرقيه الشرعيه لن يكون لا بيد وزاره الصحه ولا بيد وزاره الفلاحه والزراعه، التقنيه الرقيه الشرعيه هو الان بيد صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله الذي نعيش تحت امارته، فهو سيدنا وأميرنا وملكنا ونفتخر به ونعتز به. هذا الملك الهمام هو الذي بيده تقنين الرقية الشرعية، هذا الشريف العلوي سليل محمد صلى الله عليه وسلم، الملك محمد السادس هو الذي بيده تقنين الرقية الشرعية. بما أنه هو الرئيس رئيس مجلس الأعلى لوزارة أوقاف الشؤون الإسلامية ورئيس مجلس الأعلى العلمي، فإذا بيده التقنين. فأنا من هذا المنبر أوجه ندائي لصاحب الجلالة وصاحب الفخامة الملك محمد السادس لإعطاء أوامره لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولكل المنابر الإعلامية ولكل المجالس العلمية من أجل تقنين هذا العالم وهذا العالم. وهذا الدور فهو فقط لا يقتصر على الملك حفظه الله أو على الرقاة أو على الإعلام، فهذا الدور يقتصر علينا نحن جميعا، وقد نددنا وسافرنا ورحلنا وارتحلنا وجلنا وصلنا إلى كثير من الدول وصورنا مع علماء ونبهنا وذكرنا وقلنا على أن الرقية الشرعية يجب تقنينها، وكانت لنا خرجات كثيرة جدا عبر منابر إعلامية ونبهناكم وقلنا لكم أن الرقية الشرعية تحتاج إلى تقنين، تحتاج إلى تقنين دقيق جدا. يعني التغربيه خاصنا نبداو نغربلو الله يجازيكم بخير، لكن باش حنا ولينا اضحوكه، ولات الرقية الشرعية بحال شي نكته ولا كلشي كيسب في مواقع التواصل الاجتماعي وكيتهمنا باننا حنا مشعوذين دجاجله سحره اننا كنغتصبوا للنساء اننا كنصبوا على عباد الله. حاشا معاذ الله، حاشا معاذ الله، حاشا لله، هذه ليست اخلاقنا. حنا كمسلمين عندنا اعراف وعندنا تقاليد ما كنتجاوزوهاش. الرقية الشرعية هي فرع من فروع الله عز وجل وشطر من أشطر الإسلام، وإحنا ما غنقبلوش أن الرقية الشرعية تهان، والمسؤولية أنا كنحملها للعلماء والدعاة وخطباء الجمعة والمعلمين والآباء والأمهات اللي ما كيعلموش ولادهم أعراف الإسلام وتقاليد الإسلام وأركان الإسلام. المخير سولتي فزن قلت له أركان الإسلام ما يعرفهمش، وفي الأخير كيطلع في فيسبوك كيبغي يسب رب السماوات ويسب الرقية الشرعية. إحنا ما كنختلفوش معاكم، سواء كنتوا علمانيين سواء كنتوا ملحدين تكفيريين تبليغيين، حنا ما عندناش معكم مشكل، حنا ما عندناش معكم مشكل، حنا ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد مسيحي يهودي، حنا كنتعاملوا مع جميع الاصناف. النبي ديالنا صلى الله عليه وسلم علمنا نتعاملوا مع جميع الصفات، فهذه حرب تقام على الاسلام باسم الرقية الشرعية، لان ذلك الشخص هو معروف ساكنة بركان اقروا على انه ساحر على انه مشعوذ على انه دجال على انه ليس راقي. لكن الغريب سبحان الله نرى الإعلام ورى الناس يعلقون ويكتبون الراقي الشرعي فلان فلاني، الراقي الشرعي فلان فلاني، يا إخواني هذا ساحر، الرقية براء منه والرقاة بريئين منه كل البراءة، نحن نبرأ إلى الله من هذا الدجال، اللهم إني أشهدك أني بريء من هذا الساحر، نحن براء إلى الله منه، والله هذا لا يمثلنا وهذا لا يبث للرقية الشرعية بشيء. ونشكر كذلك القضاء المغربي النزيه، وأخصص قضاء مدينة بركان والشرطة القضائية التي وقفت على تشميع منزلي الذي كان يمارس فيه الرذيلة وكان يمارس فيه الزنا. وأعيد وأكرر وأقول للبرلمانية التي تكلمت وطعنت في الرقية الشرعية التي تعود للحزب الاشتراكي وسبتنا وعيرتنا وقزمتنا بكلامها هدانا الله وإياها، أقول يا أختي الكريمة عليك أن تحاربي البطالة عندنا بالمغرب، عندنا شباب والله لو هؤلاء الرقاة الدخلاء، أنا لا أتكلم عن الشرعيين المتمرسين المخضرمين، لو أن هؤلاء الدخلاء الذين كانوا الذين يمارسون الآن الرقية معنا وهم معروفون
عند السلطة، عند الأمن، عند الناس، عند عوام الناس. هؤلاء الدخلاء لو وجدوا عملا لما التجأوا للرقية. بالعربية ديروا الناس فين يخدموا، عالجوا المواقف العظمى، عالجوا المشاكل ديالكم الصحية، عالجوا إلا بغيت تعالجوا مشاكل الرقية، عالجوا قبل منها، عالجوا قبل من الصحة والتعليم، وعالجوا الفقر والهشاشة والتهميش، عاد عالجوا الرقية الشرعية مباشرة. بالكم غير الرقية الشرعية تشغلوا بها الرأي العام، ها، وديروا بها شوية البوز وتلفوا الناس، عالجوا مشاكل الناس. هذا النداء كنوجهوا للبرلمانيين والبرلمان اللي بغاو يلعبوا على العقول ديال السداج من الناس. لا حقا الرقية والنصب واحتيال، واشغلوا الناس بمشاكلهم الحقيقية. بالتعليم حنا معروفين عالميا أننا حنا من الآخرين في التعليم، في الصحة حنا الآخرين، كنعانيو من الفقر، كنعانيو من الهشاشة. حنا المغرب العميق عندنا في كازا، ما عندناش الجبال، عندنا هنا، عندنا أطفال مشردين هما في محطة الدولة الزينة في الشارع وفي الطرقات. نعالجوا المشاكل الإدارية ديالنا، نعالجوا مشكل الموظفين الأشباح اللي كيتواجدوا عندنا بالإدارات العمومية، عاد نعالجوا الرقية. الرقية سهل التقنين ديالها، سهل جدا، سهل. قرار من صاحب جلالة حفظه الله بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشكل تحل. لكن باش نتوما غتشدوا الرقية الشرعية وبداو تلعبوا بحال شي كرة داخل البرلمان على حقه، اجي ندوخوا شويه الناس بموضوع الرقيه. موضوع الرقيه الله يجزيكم بخير موضوع عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ويسترقى، ومعروف هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. والقران يعلو ولا يعلى عليه، لن نرضى ان يهان كتاب الله، لن نرضى ان يهان محمد رسول الله، لن نرضى ان يهان الله قبل كل شيء. فمن يهين الرقيه يهين الله عز وجل، ومن يتطاول على الرقيه يتطاول على رب العالمين.